معاناة كبيرة يعيشها المسافرون عبر عقبة المنصورة والتي يطلقون عليها عقبة الرعب، وهي طريق وعرة محفورة في شق جبل ضيق تربط بين مناطق غرب تعز كالوازعية وبعض مناطق الشمايتين والمضاربة بالحج. السقوط في هاوية سحيقة، تلك هي مخاوف المارون عبر طريق عقبة المنصورة بمضاربة لحج والمتاخمة لمديرية الوازعية بتعز، لا سيما وأنها منفذ رئيس للآلاف من السكان الذاهبين والآيبين لعدن وتعز ومناطق الصبيحة بلحج. لكن عدم إكمال سفلتة المساحة الأصعب للعقبة وانهيارات الطريق جراء سيول الأمطار تثير قلق المارة وكذا السكان بمحاذاة الطريق، الذين يبدون قلقا من تردي الطريق على ممتلكاتهم وأطفالهم. هذه هي طريق عقبة المنصورة منطقة الرويس، تعتبر هذا شريان يعني أساسي لسكان مديرية المضاربة والعارة والوازعية محافظة تعز، والطريق أصبحت يعني طريق وعرة، نحن نعاني منها الساكنين هنا كثرة العناء، يعني السيارة صعوبة طلوعها إلا بالدبل، ونعاني برضه في حالة إسعاف المرضى، وبدأت الآن تنقرف الطريق رغم أنها تعتبر هي بوابة لمحافظة عدن والمحافظة الجنوبية من اتجاه الشمال الغربي، وأيضا بوابة لتعز والمحافظة الشمالية من ناحية الجنوب والشرق. أصبحت حاليا طريق وعرة جدا، وأصبح الناس ينظرون لهذا الطريق بأنه كابوس يعانوا منه أسباب سقوط السيارات، لأنها أصبحت مكسرة، ومساحات هذا الطريق المكسرة تقريبا 750 متر، والناس يعانوا منها من الصعود والنزول. يجدد الكثير من المارة والسكان الحاجة الملحة لسفلتة العقبة كونها تشكل المكان الأكثر خطرا على حياة المارة في الطريق، خاصة وأن سفلتة الطريق الرابطة بين تعز ولحج توقفت عند مدخل العقبة قبل سنوات، وترك المكان الأكثر أهمية للمارين بالعقبة دون تعبيد. هذه الطريق أصبحت علي عائقة وضر بأطفالي وثروتي وأولادي هنا على الطريق، لأنها أصبحت وعرة، وترجع سيارة منها، وقبل سنة هذه السيارة دخلت داخل حوش حقي وحرقت علي أكثر من 700 حزمة من القصب، وأطالب من أي جهات مختصة يحاولوا إصلاحها يعني أو حل مشكلتها هذه بأي وسيلة من الوسائل. الطريق ضيقة، والناس المواطنين يعانوا من عورة الطريق، ونطالب يعني السلطات المحلية المفروض بتسهيل العمل، تسهيل العمل هذا للشيء هذا. نرجو لفت النظر من السلطات المحلية أو رجال الأعمال ورجال الخير والمحافظة بإكمال الخط الذي لم يتبقى إلا يمكن كيلو أو نصف كيلو. تبقى خطر الطريق قائمة وانحدارها للأسوأ متاحا بدرجة كبيرة في ظل الانهيارات المتسارعة في جوانب العقبة، وتظل سفلتة العقبة مسؤولية رئيسة تنتظر السلطات في تعز ولحج في أن تنقل أمان الناس لواقع معاشة حتى لا تحصد أرواح الكثير من السكان والمارين بالعقبة.